أيضا على مستوى الموضوعات والمشاكل الإقليمية والدولية كان في توافق كبير قوي على أن مهم قوي أن خلال المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي نبذل كل الجهود من أجل إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان وأيضا إدخال المساعدات. وده جهد احنا كنا حريصين عليه في مصر على مدار العام عام كامل الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت، ومصرين على ان احنا نستمر فيه حتى نخفف ما امكن من حجم القتل وحجم الجوع اللي موجود في قطاع غزة، وايضا تحسبا من ان الامر ده يؤدي الى انزلاق المنطقة الى مخاطر اوسع من كده، اخطر من غزة ولبنان. وده امر ايضا توافقنا عليه، وإن لا حل لإنهاء مثل هذه الأزمات وهذه المشاكل في منطقتنا إلا بحل الدولتين، إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية. هي دي أصل المشكلة، ودي اللي على امتدار أكتر من 40-50 سنة إحنا ما نجحناش والمنطقة ما نجحتش، سواء كان لغياب الإرادة السياسية لإيجاد هذا الحل اللي هو بيعتبر لو وصلنا ليه، واللي بنتمنى ان خلال بعد الأزمة الكبيرة اللي احنا مرنا بيها خلال السنة ديات ان يكون ده مقدمة للوصول الى هذا الحل يعني.